السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في طلة جديدة ونحن نتكلم عن إرق نفسك. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يصرف عنا الحسد وأهله، وأن يحفظنا باسمه الحافظ، فهو نعم المولى ونعم النصير. أنا برحب بضيفي وأخي وحبيبي فضيلة الشيخ صالح سعد. مرحبا يا شيخ صالح. مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. أنا عشان الوقت عايز أخش مع المشاهدين على طول كده مباشرة، وعايز أتكلم عن الحسد وخطورة الحسد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خطورة الحسد شيخنا قد تؤول بصاحبه، الحسد قد يؤول بصاحبه إلى القتل أو إلى الكفر أحيانا. بالمحسود ولا بالحاسد؟ لا بالمحسود. بالمحسود؟ بالمحسود. يا الله، أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء كان حسد إبليس لآدم عليه السلام. أنا خير منه. نعم. وأول ذنب في الأرض كان حسد قابيل لهابيل الذي أدى إلى قتل قابيل إلى لهابيل. فالحسد قد يؤول بصاحبه إلى القتل. في قصة سيدنا يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال أخوة يوسف اقتلوا يوسف. يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. نعم. فالحسد قد يؤول بصاحبه إلى القتل. أعوذ بالله. الحسد أيضا قد يؤول بصاحبه إلى العقوق أو إلى قطع الأرحام، كما حدث في قصة سيدنا يوسف. حزن سيدنا يعقوب ما يقرب من 30 سنة أو 40 سنة بسبب الحسد. فقد بصره صلى الله عليه وسلم بسبب الحسد. فالحسد داء عضال، وبيضت عيناه من الحزن. نعم. نعم. الله أكبر. فالحسد داء عضال، نسأل الله أن يعافينا وعافيكم وعافي المسلمين أجمعين يا من رب الحسد. يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دب فيكم داء الأمم قبلكم ألا وهو الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضوا. فالحسد داء عضال قد يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، لأن الحاسد معترض على قدر الله عز وجل. بمعنى أنه يرى أن الله عز وجل أعطى فلان ولم يعطه، أغنى فلان ولم يغنه، فهذا اعتراض على قدر الله عز وجل. فقد يؤول به إلى عدم الرضا بالقدر، لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقسم الأرزاق. نعم. سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده. فأنا لما بنظر مثلا لواحد مشهور، نعم، أو لواحد غني، نعم، أو لواحد صحيح، أو لواحد كذا أو كذا أو كذا، فكأني أعترض على مقسم الأرزاق. لأنه طبعاً. الحسد، عشان المشاهد برضو يعرف، هو تمني زوال النعمة. الله أكبر. نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. عفو ولا فيه. نعم. طيب دلوقتي الحسد ده احنا عرفنا الخطورة بتاعية الحسد. نعم. طب أنا بحسد. نعم. أنا بحسد، أعالج نفسي إزاي؟ أولا يسأل الله عز وجل أن يعصمه من الحسد أو يعافيه من الحسد. ثانيا الأخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب مثل التعوذ بالله من الحسد والتعوذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان هو السبب في الحسد. طيب إيه رأيك إن إحنا هنقف مع الحتة دي؟ نعم. بس أستأذنك وأستأذن المشاهدين ناخد فاصل وبعدين أرجع أكمل مع حضراتكم مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم، وأعود وأتحدث مع أخي فضيلة الشيخ صالح سعد عن كيف أعالج نفسي إذا كنت أنا أحسد غيري. أولا الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعافيه من الحسد. هذا في كل أمور الإنسان لابد أن يلجأ إلى الله عز وجل كي يعافيه من الحسد. ثم التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان قد يكون سبب في الحسد. لأن أصل فعل الشيطان هو تمني زوال النعم على المسلمين، هو الذي يقذف في قلوب الحاسد أو في قلوب الحساد أو في قلب الحاسد أن يحسد أخيه على نعم الله عز وجل عليه. يبقى أول حاجة خالص بعملها أستعين بالله عز وجل. نعم، أستعين بالله. نعم. نعم. ثم أعوذ نفسي، أعوذ نفسي الرجيم، لأنه أنا أقول أنا كحاسد أنا أتعوذ. نعم. أعوذ، لأنه الشيطان هو مصدر الحسد. هو مصدر الحسد. فأنا كحاسد أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ثم المحافظة على الأذكار. دائما الإنسان لما يكون في ذكر ومحافظة على الأذكار يطيب قلبه ولا يتسبب في أذى ولا ضرر لأخيه المسلم. طيب ولو أنا شفت حاجة حلوة
أعمل إيه حين أراها حتى لا أكون يعني سببا ممكن عيني تحسد من غير ما يعني ما أدرك هذا الأمر؟ أعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك. اللهم بارك. نعم. قد يقع الحسد من الإنسان لنفسه أو من أب لابنه أو من أم لابنتها. والواحد ممكن يحسد نفسه؟ نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. يعني الواحد ممكن يبص في المراية كذا فيلاقي شكله حلو ف هذا يحسد نفسه، لبسه حلو بتاع كده صحته حلوة. قد تقع العين. نعم والله قد تقع. نعم العين. صدق الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. يبقى الواحد ممكن إيه؟ يحسد نفسه. يحسد نفسه. نعم. طيب إزاي أعرف إن أنا محسود؟ أعراض العين والحسد أشهرها الكسل والخمول. أشهرها ضيق الصدر. أشهرها في الأحلام أحيانا الوقوع من مكان مرتفع. يعني يجد نفسه يسقط من مكان مرتفع. من أشهرها أيضا كثرة الصداع. وكثرة التثاؤب. والتثاؤب قد يكون السبب فيه الشيطان، لأن الشيطان يحسد. أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان يحسد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان. من الشيطان. والعين تقع من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يتعوذ من عيون الإنس وعيون الجن. صلى الله عليه وسلم. عشان كده الواحد لما يتثاءب بيعمل إيه؟ بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. لأن التثاؤب من الشيطان. نعم. قد يصاب الإنسان بحسد ولكن مش من الإنسان. قد يكون الحسد من الشيطان. من الشيطان. نعم، من شيطان الخلاء. من عامر مكان من الجن. من خادم سحر إن كان الإنسان مصاب بالسحر. نعم. طيب أعمل إيه بقى؟ أحصن نفسي. ألجأ إلى الله عز وجل. أحافظ على الصلوات في وقتها. أذكر الصباح وأذكر المساء وأذكر النوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ نفسه دائما بالإخلاص والفلق والناس كل ليلة. يجمع كفيه. يعوذ نفسه صلى الله عليه وسلم. يجمع كفيه صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيهما الإخلاص والفلق والناس ويدفل فيهما صلى الله عليه وسلم. يجمع كفيه هكذا. نعم. صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيهما الإخلاص والفلق والناس صلى الله عليه وسلم، ثم يدفل فيهما، ثم يمسح بهما على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا ما استطاع كل ليلة. من جسده. نعم، ما استطاع من جسده صلى الله عليه وسلم. هذا الله. كل ليلة. الله. كل ليلة. والأدلة كثيرة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على قراءة الإخلاص والفلق والناس. نعم. بعد نزول المعوذات لم يرق. عندنا حديث. نعم. ما استعاذ مستعيذ. نعم. بمثلها. بمثلها. نعم. الله المعوذات. أكبر. نعم. 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 فدائما الواحد يقرأ بهذه المعوذات. طيب. نعم. لو المرأة حائط. نعم. هل تقرأ؟ تقرأ. نعم. تقرأ الأذكار. ليس هناك من أن تقرأ الأذكار المرأة. نعم. نعم. وتمسح ما استطاعت من جسدها قبل نومها. نعم. نعم. طيب الأطفال نحصنهم إزاي؟ نحصنهم بنبدأ نعود الأطفال على قراءة الأذكار. يعني أنا ممكن أقول أذكار وابني جنبي يردد معي. يردد معي بدون أن ألزمه. مع الوقت الأولاد بفضل الله بيحفظوا الأذكار. وأعلمه كيف كان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يجمع كفيه الطفل ويفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح على جسده. نعم. أعلمه ذلك. نعم. ويعني نركز على أن احنا نحفظ الأولاد المعوذات. نعم. نعم. هذا أصل في الرقية، الإخلاص والفلق والناس. أصل في الرقية. نعم. طيب دلوقتي إيه أصعب حالة أنت شفتها في الحسد في حياتك؟ الحالات كثيرة. أنا أفتكر مرة كنت ذهبت لإنسان في مستشفى. كان مريض يعني. مريض في مستشفى. وكان تقريبا فقد النطق. الله أكبر. لا يتكلم ولا يتحرك. واحتار الأطباء في علاجه. أستغفر الله. فسبحان الله العظيم، بعد أن رقى نفسه واستمع للرقية اتصل بي وقال إن الأطباء أوقفوا الأدوية. طب قرر حضرتك الرقية اليوم الذي يليه. اتصل بي قال إن الأطباء كتبوا له خروج من المستشفى. الله أكبر. بس دور اليقين هنا اللي احنا بنعلمه للمستمع والمشاهد. نعم. في علاج نفسه بالله، دور الـ 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 اليقين هنا. نعم. أخباره إيه؟ لابد أن يقرأ بيقين، لابد أن يعلم أن ما هو فيه بقدر الله عز وجل. في ناس بتبقى محسودة شيخ صالح وبتقرأ ومش بيبرأ من الحسد. هو يقرأ، قد يقرأ من باب، قد يكون يقرأ من باب التجربة، لكن هذا لا يجرب.
باستعانة بالله عز وجل مع القراءة بتركيز وحسن ظن في الله عز وجل. هذا الابتلاء ما جاء إلا بقدر الله، ولن يزول إلا بإذن الله. الحاسد يحسد ويقع الحسد ويؤثر بإذن الله. بإذن الله قد يحسد الإنسان ولا يقع الحسد ولا يؤثر الحسد بقدر الله، لكن الحسد أو العين أو الحسد قد تقع بقدر الله عز وجل. فهو يحصن نفسه لكن يقرأ بحسن ظن في الله عز وجل، وهو على يقين كامل أن الله عز وجل سيرفع عنه هذا الابتلاء. طب وإن استمر الابتلاء شوية؟ إن استمر الابتلاء هذا دليل على أن هذا الشخص على خير أو هذا الإنسان على خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب قوم ابتلاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حب عبد يصب منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا كتب العبد عنده منزله، أي في الجنة، لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله عز وجل في ماله وأهله وولده وجسده حتى يبلغ هذه المنزلة. حسن النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. اللهم عافينا يا رب. آمين. طيب طبعا حتة سحر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دي فيها كلام كثير جدا، وفي بعض الناس بينكر هذا الأمر. لكن احنا بنركز على إنه ما سحر صلى الله عليه وسلم إلا من أجل التأكيد على بشريته. صلى الله عليه وسلم. وأنه كما قال: لا، قل إنما أنا بشر مثلكم. صلى الله عليه وسلم. ونؤكد برضو على أن السحر ده لم يؤثر في النصوص النازلة على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. هو لم يؤثر إلا في التخيل شيخنا. تخيل فقط. سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن تخيل فقط، ليس إليه. يخيل إليه. كما قالت عائشة رضي الله عنها. طيب نعود بقى للحسد وخطورة الحسد، وإحنا قلنا لو أنا بحسد بعمل إيه، ولو أنا محسود أعمل إيه. طيب دلوقتي في ناس عندها بصراحة، يعني بكلمك بصراحة، في ناس عندها خوف شديد جدا من الحسد. أول ما يطلع من بيته ويشوفه حد معين كده يقول لك: أنا بس النهاردة الليلة مش مهدية. الناس دي نقول لها إيه؟ هذا يظهر عليه أعراض الحسد وهو ليس بمحسود. يعني من شدة خوفه وقلقه من الحسد قد تظهر عليه أعراض الحسد. كثير من الناس تظهر عليه أعراض الحسد والسحر وهو ليس بمسحور. كيف هذا يعني يا شيخنا؟ من شدة خوف يا شيخنا يظهر عليه الأعراض. هو مرتبك، خايف جدا إن فلان. عدم الثقة بالنفس. عدم الثقة. عدم الثقة بالله أولا، ثم عدم الثقة بالنفس. هذا يؤكد على أنه تظهر عليه الأعراض بدون وقوع عين أو حسد. صحيح. إطلاقا لا تقع عين حسد. كثيرا من الناس بيقول إن هو مسحور. هو ليس بمسحور. هو محسود وهو ليس بمحسود. لم يقع عليه العين ولا حسد ولا سحر، لكن هو خوفه الشديد ورعبه الشديد من العين والحسد تؤثر فيه. خوفه هذا يؤثر فيه ويظهر عليه بعض الأعراض، زي ما بيسموه علماء النفس سيكوسوماتيك. يعني تظهر الأعراض بدون مرض. بدون مرض. هو ليس بمريض، لكن تظهر أعراض المرض من الخوف. أقنع نفسه بأنه هو محسود. هو مقتنع أنه هو محسود، ويذهب لكثير من الرقاة ويقول لك: أنا ما ذهبت لكثير ولم يأذن الله عز وجل بشفاه. هو مقتنع أنه هو محسود. لكن هل هو رأيت هذه الحالات يا شيخ؟ كثير يا شيخ، كثير. 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 بنسبة؟ لا، تقريبا ممكن نقول نصف الناس اللي تشتكي من عين الحسد والسحر هو ليس بمسحور. معقول؟ نعم شيخ. لا والله. نعم، وقد يزيد. قد يزيد. قد يزيد. نعم. يا الله. نعم. طب تقول ايه للناس دي؟ يعني دي كارثه يا شيخ صالح. ربنا يعافينا يا شيخ. نقول استعين بالله عز وجل وكن على يقين ان كل شيء بقدر. ربنا قدر هذا الابتلاء ان كنت فعلا مسحور او محسود، وسيزول بقدر الله، بقدر الله. وصبره يؤجر عليه. صبره على هذا الابتلاء يؤجر عليه. لكن مع كثره، لا انا بتكلم عن الناس اللي هي بتبقى مقتنعه نفسيا ان هم محسودين ومش محسودين او مسحورين. هو قد يكون مرة صديق له أو صديقة لها أو جار له بابتلاء فأثر هذا الابتلاء فيه. ففي ناس شخصيته أصلا سهل التأثير فيه، وفيه بعض الناس تؤثر فيه العين وإن كانت قليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قوم فلان سريع فيهم العين. في إنسان محسوب يتحسد بسرعة، بسرعة جدا، بسرعة. كما يقول قديما ابن نظرة أو ابن عين، يعني أي شيء يؤثر فيه فتؤثر فيه العين. اللهم احفظنا. آمين آمين اللهم. لكن هذا إن واظب على الأذكار وعلى قراءة القرآن وعلى الصلوات إن شاء الله لا يضره شيء بإذن الله. هل الحسد ممكن يعطل شغل؟ بقدر الله. نعم، يعطل شغل. نعم، بقدر الله. بقدر الله يفصل إنسان من عمله. يفصل. نعم، ممكن داخل في مشروع أو في تجارة تخسر التجارة بقدر الله. وهذا كثيرا شيخنا، حضرتك تسمع عن هذا كثيرا.
ممكن الإنسان يصل إلى حد أنه يطلق زوجته نعم بسبب الحسد؟ أكثر حالات الطلاق ليست بالسحر. لا أعيد تاني بتقول لي. أكثر حالات الطلاق ليست بالسحر. أمال بإيه؟ بالعين والحسد. الله أكبر. بالعين والحسد. أكثر حالات الطلاق بالعين والحسد. الله أكبر. نعم. وليس بالسحر. الله أكبر. لو كان شيء سابق القدر سبقته العين. الله أكبر. اللهم سترك يا رب. آمين آمين. طب أعمل إيه في الحالات اللي أنت كده خوفتني أكتر؟ ليش؟ يحفظك يا رب يبارك في حضرتك. الحسد يا شيخنا أشد ضررا من السحر. أنا فاهم العكس. الحسد أشد ضررا من السحر. لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السحر يقتل. أوه. يقتل. لم يرد. ما ذهب إنسان لساحر إلا لحقده وحسده. ده الخميرة اللي بتحرك الأصل. الدافع الأصل. الباور اللي بيدفع الأصل. الأصل هو السبب في أن الإنسان يذهب إلى ساحر ليصنع سحر لأخيه. اللهم سترك يا رب. حقده وحسده عليه. نسأل الله العفو عليه. اللهم عفوك. الله اللهم عفوك. وأول ذنب في السماء كان الحسد. آه. وأول ذنب في الأرض كان الحسد. طب نقول إيه بقى كده في عجالة للمشاهد وأخواتنا اللي بيسمعونا دلوقتي يعملوا إيه علشان الموضوع ده ما يحصلش؟ الأصل الصلوات في وقتها، محافظة على الصلوات في وقتها، السنن قبلية والبعدية، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. وكثيرا من الأهل العلم ينصح بقراءة سورة البقرة يوميا، ينصح بها إن استطاع، وإن لم يستطع فعليها بالإخلاص. هل يجوز أن أنا أقسم سورة البقرة على أوقات طوال النهار؟ نعم. يعني ممكن مع الصلوات الخمس؟ ما في مشكلة. نعم. لكن الأفضل أن يقرأها كاملة. طيب الرقية نفسها، رقية المحسود كيف تكون؟ رقية المحسود يقرأ الفاتحة والكرسي وآمن الرسول والإخلاص والفلق والناس، وبعض الرقاة أضاف الكافرون، وبعضهم أضاف آيات الحسد في سورة البقرة. ودى كثير من أهل الكتاب لو رد لكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. بعض أهل العلم أضاف آيات الحسد على الرقية المشهورة المعروفة. هل تجدي إن شاء الله؟ بإذن الله. يقينا يقينا يقينا. والأصل أن يجمع بين القرآن وبين السنة، وبين لا يقرأ آيات الحسد فقط أو الإخلاص والفلاق والناس فقط، بل يعوذ نفسه بما كان يعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كم مرة يقرأ الرقية؟ صباحا ومساء. هو ليس في عدد، يعني ليس في عدد محدد، لكن هو بيقرأ الرقية. ممكن الإنسان يقرأ رقية مرة واحدة يبرأ بإذن الله. ممكن الإنسان يكرر شهرا شهرين حسب قدر الله عز وجل. وهناك رقية كثيرة كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم صحيح. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم. هذا كان يرقى به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى أيضا ويقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذه رقية كان يرقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث نافع جدا. نعم نعم. رقية جميلة جدا. نعم. نافعة بإذن الله. نافعة إن شاء الله بإذن الله. كيف أتعامل مع الحاسد يا شيخ صالح؟ أتعوذ من شره أولا. إن استطاع أن أكرمه. كيف؟ يعني قدرا له إنسان ظروفه صعبة أحسن إليه ماشي أساعده حتى أتقي شره. العلماء يا أخي الحتة دي عظيمة جدا يعني. نعم. يقول لك ترد كيد الحاسد بالإحسان. نعم. إليه بالإحسان إليه. نعم. نعم نعم. ثم إن رأى تعوذ. ماشي. تعوذ نفسه بالإخلاص بالفلق بالنسبة. هل أدعو له بصلاح الحال؟ هذا أفضل وأرجى. سيكفي شره وشر غيره. هذا الحسد لا يحسد الإنسان بعينه. بالعكس كلما وقعت عينه على شيء وقع منه الحسد بقدر الله. استغفر الله. وخصوصا عين معجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العين المعجبة كلما رأى شيء أعجبه وقعت منه العين. استغفر الله. استغفر الله. ربنا يحفظك شيخ صالح ويحفظنا جميعا إن شاء الله. الله يسترك. أنا سعدت بالحوار معك في حلقة اليوم إن شاء الله. أشوفك إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ. الحلقة النهاردة انتهت وكانت عن خطورة الحسد، وأنا بتكلم مع الشيخ صالح باعتبار أنه هو راقي وله باع طويل جدا في علاج الحسد وعلاج المسحور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم الحاسدين والحاقدين والسحر الأشرار، وأن يحفظنا من كل مكروه وسوء. شيخ صالح أشوفك على خير في الحلقات القادمة إن شاء الله. أشوفكم على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.